السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير البنات، تكون احوال كلشي بخير. المهم البنات، معكم فيديو جديد ونهار جديد، نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. المهم البنات، ها هو كما كتشوفوا دايره واحد التورتيه، تشاركت معكم البنات غير العشاء وصافي. المهم هنا البنات كما كتشوفوا بغيت ندير تورتيه ديال البطاطا. هنايا البنات هزيت واحد الكرعه خضراء وواحد الفلفله خضراء وواحد الفلفله حمراء وواحد بصله وثلاثه الحبات ديال البطاطا. المهم كنقطعهم هنايا شرائح صغارين مربعين البنات عشوائيين. المهم قطعتهم كاملين البنات، من بعد قطعت البطاطا وخلطت كلشي ودرت واحد شويه الملحه وخلطت البنات كلشي وقليت ديك الاخر بطاطا وفلفله والاخر حلي درتو قليتو. ايوا البنات، المهم ها هو كما كتشوفوا المدى كنتم عاتيتي هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.
المهم البنات هنايا كما كتشوفون غادي غسلت معكم الحامض وغادي ندير العصير ديال الحامض. كندير الحامض المهم هنايا درت على حشي 8 الحبات ديال الحامض نقشرهم ونادلهم البنات وكنقطعهم شرائح كنقلع منهم داك الزنين وكنطحنهم بالمونينيكس هكا البنات وكندير معاه شويه السكر وشويه الماء وكنطحنو. زعما صراحه كيجي اللوغو ديالو زوين زعما صراحه كيجي زويون. وهنايا مع داك
الاخر تورتيه ديال البطاطا اللي درت، درت معها حتى الدجاج مقطع شرائح صغار وفرماج. زعما صراحه كتجي زوينه لذيذه بزاف بزاف، ديروها والله ما تشبعوا منها صراحه، زوينه البنات جربوها. وغادي تجيكم بنينه وبالصحه والراحه عشيوه ديالكم حتى نتوما.